فقرة للعائلة، ونبقاو في أجواء الدخول الاجتماعي، وراح نتحدث على تمدرس فئة أطفال تريزوميا أو أطفال متلازمة داون، ومعنا مختص في علم النفس العيادي أخ سفيان. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك للجميع، وشكرا على الاستضافة. نشكر غاندة نهار على الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على هذا الموضوع القيم، وخاصة ونحن مشرفون على الدخول الاجتماعي لهذه السنة إن شاء الله. مرحبا بك مرة ثانية. في البداية الأخ سفيان، يعني حبينا نعرفوا الناس شكون هما أطفال تريزوميا، وشنو هي الخصوصية تاع هاد الأطفال على باقي الأطفال بالاحتياجات الخاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بدءاً ببدء أعرف على نفسي، سيد بونغريسي سفيان، أخصائي نفساني عيادي بالمركز النفسي البيداغوجي للطفولة المعوقة ذهنياً لبوسماعيل التابع لولاية تيبازا. إذاً سلطنا اليوم الضوء على تريزوميا 21. هم أطفال مثلهم مثل أطفال يعني العالم ككل، إنما أطفال متلازمة داون أو تريزوميا 21 هي اضطراب في الصبغ 21، يعني هناك يحدث اضطراب في الكروموزومات، هناك كروموزوم إضافي في 21 هو اللي راح يحدث التغير المورفولوجي ويحدث أيضا تخلف على مستوى الذهن. إذن هنالك أيضا أنواع في متلازمة داون، يعني ربما الجميع يصنف هذا يعني الاضطراب وكأنه اضطراب نفسه واحد، ولكن هو فيه أنواع، هو في درجات، يمكن نفس الاضطراب لكن في درجات على مستوى يعني الذكاء كما سبقت يعني ذكرتي، يعني هناك اختلاف. ايضا الاطفال العاديين يعني عندهم درجات في الذكاء، الاطفال تاع تريزوميا نفس الشيء، لانه الذكاء يختلف من بالدرجه، هنالك بطيء الفهم، متوسط الفهم، سريع الفهم، هنا درجه الذكاء تحدد هذا الاستيعاب العقلي. اذا قلت انه هنالك انواع، هنالك الحر والمعياري، وهنالك ايضا الفسيفسائي، وهنالك المتلاحم، يعني هنالك ثلاث انواع لتريزوميا 21 معروفه عالميا. اما بالنسبه للكشف يعني عن هذه الحاله، يكون كشف مبكر لانه نتعرفوا على التشوه منذ البدايه، منذ يعني الخلق، منذ انجاب الام لهذا الطفل. وانا من هذا المنبر احاول ان يعني ابعث نداء الى كامل يعني ليقوموا باستقبال هذا الطفل الى هذا العالم، انه رأفة بالاولياء، انه اعلان عن التشوه او الاعلان عن هذا الطفل او الاعلان عن التشخيص يكون بسلاسة، انه اذا حدث انه جرحنا الاولياء او جرحنا الام، خاصه انها تكون في فتره نفسيه هشه، انه نكون رفقا بها ونخلو الاخصائيين هما راح يكون يقدموا يعني الاعلان عن هذا الحدث. بالإضافة إلى أنه التكفل به بشكل مبكر راح يمد نتيجة حسنة مستقبلا، أنه قد ما يكون الكشف مبكر ويكون الأولياء يتقدموا إلى أخصائيين نفسانيين أو يعني أخصائيين في طب الأطفال، راح يكون توجيه صحيح وتكفل صحيح. وشفنا يعني نظن أنا حاجة اللي نظن واللي نلاحظها أنه الناس بالك ما عندهمش علم بمدى ضرورة التكفل بهذا الأطفال، كاين بزاف اللي بالك ما يوجهوهمش بطريقة صحيحة، ما يقروهمش، ما يعلموهمش، ما يدفعوهمش أنه يكتسبوا مهارات. يعني إلى أي مدى يعني أثر هذا الشيء في حياة طفل تريزوميا 21؟ شفنا في الخارج يعني نشوفهم أطفال صغار عندهم مهارات، يعني تابلك طفل عادي هنا في الجزائر ما عندوش. نعم. نشاطات يعني يقوموا بها، موسيقى يعلموهم يقرأوا. نعم. هل هذا الخلل ولا هذا النقص نرجعوه للأولياء ولا للتكفل يعني بدولة بهذا الطفل هذايا؟ إذن الدولة سطرت برنامج، وهنالك وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة هي اللي تشرف أيضا على هذا الأطفال، وخصصت لهم في جميع يعني أنحاء الوطن، يعني هنالك مديريات النشاط الاجتماعي لتوقف على هذا المشروع، بحيث أن هنالك مراكز نفسية بيداغوجية لهؤلاء الأطفال، يعني هو في عبر القطر الوطني الحمد لله كاين مراكز تابعة لوزارة التضامن الوطني، وهذه المراكز نعاود نذكر اسمها، هي المراكز النفسية البيداغوجية للطفولة المعاقة ذهنيا، هي تتكفل بهذا الأطفال. وهنالك أيضا وحدات التكفل المبكر تبدأ في سن مبكر، ثلاث سنوات أنه يلتحق الطفل، يعني يلتحق الأولياء بالمركز، يكون هنالك استشارة نفسية، يفتح ملف طبي للطفل، ومن هنا
تبدا عمليه التكفل، سواء تكون هنالك يعني يكون هنالك تكفل بصفه خارجيه يعني الى غايه انه يتم ادماج الطفل داخل المركز ويكون تكون متابعه الطفل منذ 3 سنوات الى غايه 18 سنه. وفي هذا المسار هنالك التوجيه ايضا، توجيه الطفل اذا كان الطفل يعني لديه قدرات كما سبق وذكر ان هنالك مستويات للذكاء، اذا كان الطفل قدر يعني يستوعب وعنده درجه استيعاب كبيره يمكن اعاده ادماجه في الوسط المدرسي. وهذا هو الموضوع اللي راح نسلط عليه الضوء يعني الوسط المدرسي مع الاطفال العاديين. نعم. وهنالك مشروع يعني وقفت عليه وزاره التضامن الوطني ونشوفوا باللي انها قامت بادماج، هنالك اتفاقيات بين وزاره التربيه وزاره التضامن ايضا، وإن الحمد لله الأطفال لقوا مكان ومقاعد مثلهم مثل الأطفال العاديين في الوسط المدرسي، يعني أقسام خاصة داخل وسط مدرسي عادي، وهنالك يعني مختصين ليقوموا بتعليمهم والإشراف عليهم. وهل نقدروا كان يعني كان بزاف ناس وأولياء ومختصين يقول لك لازم ندمجوا هاد الأطفال مع الأطفال العاديين مع الأقسام العادية، هل هذا صحيح؟ وهل هذا صح يعاونهم انهم يكتسبوا مهارات تاع الطفل العادي؟ هنا كاين درجات. نعم، هنا سؤال وجيه. نحن في بدايه الامر كمختصين نحاولوا اننا نديروا تكافؤ الفرص، يعني انه اذا كان الطفل العادي بين قوسين، ما معنى عادي بين قوسين؟ اذا هنالك بطيء في متوسط الفهم وسريع الفهم، باش ما نظلموش الطفل يعني اللي عنده دي ديفيكولتي، يعني عنده صعوبات في الاكتساب، صعوبات في النطق، صعوبات في التعبير الى اخره، صعوبات في التعلم، لانه متلازمة الداون نلقاو عندهم اضطراب على مستوى اللغه، لانه هذا يرجع الى مورفولوجيه الطفل، يعني في التشوه الخلقي اللي يصير له، يعني هنالك ارتخاء على مستوى العضله، يعني عضله اللسان اللي تخلي انه هنالك اضطراب على مستوى. انا ما بصفتي اخصائي نفساني عيادي ماهيش اورطوفوني، مع احترامي لزملائي الاختصين الاورطوفونيين، اذا هنا يعود التخصص الى المختص الاورطوفوني. وعلى هذا يعني هذا يعني المقطع او نقول انه الكفاءه التكفل بهؤلاء الاطفال أو هذه الشريحة من المجتمع، هنالك فرقة متعددة التخصصات، ليس الأخصائي النفساني العيادي يعني منفردا يعمل مع الطفل، لا بالعكس، هنالك فرقة متعددة التخصصات، نذكر على سبيل المثال المختص الأورطوفوني، المختص النفساني البيداغوجي، المختص النفساني الكلينيكي اللي يعني تكلمنا عليه، أيضا والباقي التخصصات مثل البيدوبسيكياتري يعني المختص في الطب العقلي للأطفال، لأنه هذا كامل راح يفيدونا باش نقدروا نتكفلوا بالطفل تكفل يعني سلس لنوصلوا به إلى بر الأمان والإدماج بطريقة يعني محترفة وطريقة يعني مهنية أكثر، بهدف يعني تمكين الطفل من يعني نحاول قدر المستطاع رفع المعيقات، لأنه ما هو معاق أنه إنسان ما يقدرش يوصل أنه يقدم الرسالة، ها هي الإعاقة، ولكن إذا حاولنا أننا نحجب هذه المعيقات ستكون هنالك يعني طريقة أحسن في التلقين وطريقة أحسن في الإدماج. يعني نشوفوا انه في الاقسام الخاصه للاطفال اللي عندهم يعني اعاقات ولا اضطرابات، نشوفوا انه يجملوهم كامل مع بعض، ولو انه الحالات تختلف ودرجه الفهم والادراك تختلف، والمفروض انه التكفل، انا نظن انه التكفل كذلك يختلف والبرنامج هو واحد، يعني هل هذا صحيح؟ صحي يعني صحي يجيب نتيجه ولا ولا لا لا لازم الكل فئه لازم لها برنامج وحدها ولا لازم لها قسم واحد؟ إذا نعاود نقول للموضوع أنه هل هنا هل نضع الأطفال يعني في فوج وما ندمجهمش مع الأطفال العاديين؟ هنا حسب قدرة الاستيعاب الطفل، إذا كان الطفل يعني عنده قدرة كبيرة في الاستيعاب وعنده إمكانيات يمكن إدماجه مع الأطفال العاديين يزيد يتحسن ويطلع المستوى تاعه أكثر فأكثر. جاز عليك حالة هكذا نعم. سفيان؟ نعم، أطفال تريزوميك ديزونفو تريزوميك حطوهم في أقسام عادية. كاين اطفال تخزميت يعني كان تبعتهم يعني شخصيا وكان عندهم يعني تفوق ما شاء الله، وهذا بفضل ايضا الله عز وجل، بفضل الاولياء، كان الاولياء كانوا يعني واقفين ودورهم كبير، لانه الاولياء شريك لا يمكن الاستغناء عنه في العمليه التربويه. يعني هذا ناكد، وانه علاه نقولوا انه الكفاله المبكره ليس للطفل فقط،
بل للأولياء أيضا. أكيد. لأنه وراء الطفل هذا كاين أولياء. إذا كان الأولياء يعني نقول يعني هذا مصطلح التقبل مصطلح ثقيل، ولكن التعايش مع الحدث، التعايش مع الطفل التريزومي أو طفل التوحد أو طفل الأطفال يعني اللي حاملين إعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني راح يمد لهم دعم نفسي قوي وإرادة قوية بهدف أنه هذا الطفل راح يقدر يعني ينزع المعيقات وينتقل نحو بر الأمان أو ينتقل نحو الأمام، لأنه كل ما ندعموه نفسيا وكل ما يكون هما يعني أنا نقول بلي أنه التقبل أو التعايش مع الإعاقة راح يمد ثمرة كبيرة ويمد نجاح كبير، لأنه هذا النجاح بفضل المجهودات المبذولة من طرف الأولياء. كاين أولياء نشوفهم يتقدموا الاستشارة ويوقف على وليده ويجري به ويروح منه ويزيد يروح عند الأخصائي النفساني العيادي والأورطوفوني ويوقف على الطفل هذا. نشوفوا أنه هذه المجهودات ربما مع التجربة اللي عشتها مع الأولياء في بادئ المسار ما يشوفش نتيجة، ولكن مع مرور الوقت صدقوني أنه مع مرور الوقت راح تشوفوا النتيجة، لأنه التكفل المبكر راح ينقص العبء والثقل في المستقبل. يعني تكامل كما قلت تكامل، نعم. ما بين الأولياء وما بين يعني الأساتذة ولا المختصين الأرطوفونيين والمختصين علم النفس إلى آخره، باش هي حلقة لازم تكون نصائح توجيهات أكيد باش يتكفلوا بهذاك الطفل اللي عنده اضطرابات. يعني نعود نرجع سؤالي، هل نقدروا نجملوا أطفال باغيكزومبل أطفال تاع لي زونفون تريزوميك مع لي زونفون أوتيست أطفال توحد، هل لازم يكون عندهم بروغرام واحد ولا نقدروا ولا لازم نفصلوا ما بيناتهم، كل واحد عنده برنامج تعليمي ولا برنامج تكفل خاص به؟ بالنسبة للأطفال توحد حسب ما هو معروف وحسب ما هو معمول ميدانيا أنه هنالك برنامج خاص بالنسبة للتوحد، هنالك يعني طريقة تيتش، طريقة أبيا هي تقنية علاجية، يعني الخلفية النظرية هي خلفية النظرية السلوكية العلاج السلوكي، وين نشوف أنه الطفل التوحد يعني راح نغيروا له في النمط، نحن نعالجوه من ناحية السلوك، لأنه كي نشوفوا أطفال تاعهم نشوفهم اضطراب تاعهم ديزوردر، يعني عندهم أقسام خاصة بهم هما وحدهم في السلوك، هذو احنا عندهم مراكز متخصصة مراكز. ولكن بعض الأطفال توحد عندهم طاقة وعندهم إمكانيات أكبر عندهم قدرات أكبر وأحسن، وين نقدروا يعني نوجههم الأقسام الخاصة اللي تكلمت عليها، وين شفنا بلي انهم يقدروا ينجحوا يقدروا يوصلوا. وصادفت حاله وين تبعت حاله انا تحت كانت تحت المتابعه وين لحقت حتى يعني المتوسط، وكان نجاح كبير بالنسبه للاولياء وبالنسبه للطفل، وايضا انا كنت فخور انه هذا الطفل انه نجح ووصل بهذه التجربه اللي عشناها معه، لانه احنا شعارنا او كاخصائيين نفسانيين نساعدوا الاسره ونساعدوا الاطفال بهدف انهم يكونوا مندمجين كليا، يعني اندماج الاجتماعي والمدرسي والمهني. اذا كان الطفل عنده مشوار علاجي يبدا من المدرسه المجتمع الى يعني المهنه ان امكن. اذا نعود نولوا للسؤال يعني باش ما نتوسعوش اكثر، انه الاقسام الخاصه بها اطفال توحد بها اطفال تريزوميا، ربما كاين الكثير يقول لك حبذا امام الاولياء يقول لك حبذا لو كان كاين غير لي تريزوميك مع بعضهم ولي زوتيست مع بعضهم. يعني هنا مازلنا رانا في الميدان، والتجربه خير دليل على تقديم النتائج الايجابيه، لانه ربما في اوروبا عندهم تجارب ويعني حاولوا انهم يثبتوا انه الطريقه هذه تكون صحيحه والطريقه هذه تكون صحيحه، ولكن دائما راهم في البحث، والخير دليل انه الميدان هو اللي راح يعطينا الاجابه على هذا السؤال. ولكن دائما عندنا تجارب في الجزائر وين نجحت الطريقه انه كي ندمجوا مع بعضهم ربما يكون فائده اكثر، لانه هذا البرنامج المسطر من وزاره التربيه الوطنيه واللي استعملوه الاخصائيين في تلقين هذه الشريحه من المجتمع هو مكيف، يعني مكيف ومبسط بهدف يعني الاستيعاب. وحنا اهم شيء انه الطفل يكون عنده برنامج يومي سيدتي الكريمه، انه يكون عنده ما عندوش فراغ اللي به يكون عنده احباطات وضغوطات نفسيه،
لانه اي شخص عادي نخلوه في في, في الفراغ او نخلوه له الفيديو هذاك بزاف راح يتاثر نفسيا. بالنسبه لاطفالنا انه كي يكون عنده برنامج انه يروح للمدرسه ويعاود يولي وكامل وراه يتعلم تدريجيا مع مرور الوقت راح يستوعب اكثر وراح يندمج اكثر من الناحيه السلوكيه ومن الناحيه المعرفيه. يعني فقط الاولياء كما قلت عليهم انه يصبروا ويرافقوا اولادهم، يعني بالك المشوار صعب، صعب جدا في البدايه، بدايه من التقبل، يعني التقبل ماهوش حاجه سهله، عن او التقدم نحو يعني الهيئات او المراكز المتخصصه من اجل الكشف. لانه الى يومنا هذا يعني شيء مؤسف انه 2022 نشوفوا اطفال وين داخل المنازل وما يخرجوهمش يروحوا يسجلوا. اكيد هذا هو المشكل، انه شغل كانهم يستسلموا ويسلموا بالامر. هذا الطفل عنده ظروف خاصه، يمكن مريض، ما يقدرش يندمج، ما يقدرش يكون انسان عادي، دونك يخلوه في الدار ويغلقوا عليه ويعني يزدوا يقضوا عليه. اكيد اكيد انا واش نقول لهم يعني من هذا المنبر، نقول لهم حاولوا انكم تتقدموا الاستشاره، تقدموا الاستشاره يكون توجيه وتكون نتيجه، التفاؤل يعني الايجابي راح يخلق نتائج ايجابيه. باش نوجهوا الاولياء بالك اللي ما يعرفوش ولا اللي عندهم اطفال صغار ومازال ما لحقش الوقت تاع الادماج تاعهم، لمن يتوجهوا؟ شكون هما الاطراف اللي يقدروا يساعدوهم باش يدمجوا هاد الاطفال يعني يلحقوا للمدرسه؟ نعم، اذا يعني توجيه الاولياء أنهم يتقدموا إلى مديريات النشاط الاجتماعي. مديرية النشاط الاجتماعي تابعة للولاية اللي يكونوا ساكنين فيها، يعني مقر يعني الإقامة، أنهم يقدروا يوجهوهم نحو المراكز المتخصصة. هذه وقتاش يديروها؟ وقتاش حال يكون في عمره هذاك الطفل؟ منذ الإعلان عن الإعاقة. لأنه يعني يقدر يكون بيبي؟ يقدر يكون بيبي. أنا حالفني الحظ أنه نشوف أطفال رضع 18 شهر ربما اقل، وين اربع اشهر، وين يقول لك البسيكولوج كاسكي فا فير افيك ان انفون دو 4 موا، واش راح ندير مع الطفل عنده اربع اشهر؟ نو، انا عندي الاولياء، تحضير الاولياء ومرافقه الاولياء، المرافقه النفسيه للاولياء هي اللي راح تحضر هذا الطفل مستقبلا. يعني تكون الاولياء عندهم مشبعين بالمعلومات كيفاش يتوجه الطفل، وش يعني الفرق المتعدد التخصص اللي تخدم مع الطفل هذا، ما هي المراحل، لانه من ربما نسينا طرف مهم جدا، لانه نشوفوا اطفال التريزوميا وين كاينين ما يمشوش مبكرا، يعني المشي يكون تاخر في المشي وعندهم مشاكل يعني في النمو الحسي الحركي الى اخره. اعاده التاهيل الحركي مفيده جدا للاطفال هذوما. يعني هل باش ما نخرجوش عن الموضوع، نروحوا مباشره للسؤال اللي قدمتيه، هو سؤال جد مهم، انه كي يلتحق بمديريه النشاط الاجتماعي التابعه لوزاره التضامن الوطني راح يقدروا هما يوجهوهم نحو المراكز المتخصصه. في المراكز المتخصصه يتم اخذ موعد من هذا المبلغ، ياخذوا موعد عند المختص النفساني العيادي بهدف التشخيص والتوجيه. اذا كان هذا الطفل يعني صغير كما قلت سبق وذكرت انه عنده مثلا اربع اشهر خمس اشهر تكون المرافقه الوالديه، اذا كان كبير مثلا نقولوا ثلاث سنوات يتم تسجيله بهدف ادماجه داخل المراكز المتخصصه. اذا شفنا بلي انه الاولياء قاموا ايضا قبل مسبقا قبل ثلاث سنوات دخلوه الروضه وكان هذا المشروع ايضا تم تطبيقه في ولايه تيبازا، مشروع يعني ادماج هذا الاطفال في دور مؤسسات استقبال الطفوله الصغيره، وشيء مهم لانه هذا الطفل له حق مثل الاطفال الاخرين. يعني من هذا المنبر نقول للمدراء المؤسسات استقبال الطفوله الصغيره، ما تخافوش من الاطفال هذوما، استقبلوهم، حاولوا انكم تستشيروا بالاخصائيين النفسانيين، ادمجوا الاخصائيين النفسانيين معكم في المؤسسات هذوما، راح يساعدوكم باش يعني تكون مرافقه سلسه لهذا الاطفال ويكون عندهم فرصه انهم يلتحقوا من اجل ادماج مدرسي ناجح. وشنو هي باش نختموا، وشنو هي النصائح اللي تقدمها للاولياء للمختصين من اجل يعني تمدرس سليم لهاد الاطفال هذوما؟ انا نقول لهم يعني لازم يكون اقوياء، وحنا دائما ابوابنا مفتوحه كاخصائيين نفسانيين، سواء نكونوا في مثل هذه البلاطوات يعني باش نوصلوا نداء لجميع يعني الاولياء، لانه ما يكفيش اننا نكونوا في المكاتب فقط،
ونستشيروا يعني نستقبلوا الاولياء وننصحوهم ونوجههم. حاول اننا نخرج ايضا درنا ابواب مفتوحه في يعني في المراكز، ولكن احنا يعني بصفتي يعني اخصائي نفساني نحاول نتصل ايضا بالجمعيات ونديروا لقاءات ونديروا هكذا مع الاولياء باش نوصلوا رساله. ولكن ايضا من البلاطوات مثل هذه نشكرك سيدتي الكريمه على هذه الاستضافه القيمه بهدف ايصال رساله للاولياء، لازم يكونوا اقوياء وحنا رانا نرافقوهم وما يخافوش يتقدموا للاستشاره النفسيه، راح يكون توجيه وحتكون نتيجه، لانه احنا شفنا في المسار يعني العلاجي اللي كان مع الاولياء والله لقينا نتائج جد مرضيه. لانه اليوم صغير نقدروا عليه، لكن كي يكون يوصل سن المراهقه ويزيد يكبر راح يولي ثقيل على الاسره. اليوم راني حشمه لانه المجتمع يعني صعيب مواجهته، ولكن احنا ندعو المجتمع ايضا انه ياخذ بالرفق والرأفة، ونقولوا الرأفة يعني بين قوسين، ماشي الرأفة انه يغيدوا ولا مسكين، لا بالعكس يساعدوا، لانه منح يد المساعدة والتسهيل لهذ الاشخاص راح يقدم دعم للاولياء، راح نساندوهم وراح نرافقوهم وراح نحترموهم بهدف انه يكون ادماج كلي ويكون مساعدة اولياء، انهم يتقدموا الاستشارة النفسية والاخصائيين راح يوجهوهم، وندعو الاخصائيين انهم ايضا يرافقوا هذ الاولياء ويمنحوا لهم يد المساعده من اجل ادماج اجتماعي ناجح ان شاء الله. وشكرا للجميع. شكرا سي سفيان على حضورك معنا وعلى المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا.